بسم الله. صافي بالتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، إن ربي على كل شيء حفيظ. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، العرش المجيد، فعال لما يريد. ألتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات،
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير 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 قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 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 يا نار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا يا نار كوني بردا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يا نار يا نار يا نار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه
يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 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 وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصدون وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من فشاربون عليه الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينهم الموت نحن قدرنا بينهم الموت نحن قدرنا بينهم الموت وما نحن بمسبوقين على أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أنتم
يزرعونه أم نحن الزارعون ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا
ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، ولهم عذاب مهين. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، 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 ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وله عذاب مهين إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وكنتم عن آياته تستكبرون إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم
إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون اللهم واجعل من فوقهم حرا وعذابا وألما ونارا اللهم واجعل من فوقهم حرا وعذابا وألما ونارا اللهم واجعل من تحتهم حرا وعذابا وألما ونارا اللهم واجعل من فوقهم حرا وعذابا وألما ونارا اللهم واجعل من فوقهم حرا وعذابا وألما ونارا ومن تحتهم حرا وعذابا وألما ونارا اللهم واجعل من فوقهم حرا وعذابا وألما ونارا ألما ونارا عذابا ونارا ألما ونارا حرا ونارا حريقا ونارا عذابا ونارا عذابا ونارا ألما ونارا حريقا ونارا ألما ونارا عذابا ونارا نارا 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 ألما ونارا بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ربنا وآتهم ضعفين من العذاب ربنا وآتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب
فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأتاهم العذاب فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولهم عذاب فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 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 من يأتيه العذاب من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وله عذاب اللهم زده العذاب واجعل من فوقه العذاب ومن تحته العذاب وعن يمينه العذاب اللهم واجعل من فوقه العذاب وعن يمينه العذاب وعن شماله العذاب اللهم ضاعف له الألم والعذاب وصب عليه الحر والعذاب واسقه الحر والعذاب واجعل من فوقه عذاب ومن تحته عذاب نارا وعذاب ألما وعذاب حرا وعذاب عذاب عذاب ألما وعذاب عذاب 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 اللهم واجعل من فوقه عذاب ومن تحته عذاب 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 بسم الله 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 يحرق كل ظالم يحرق كل ظالم يعذب كل ظالم يدمر كل ظالم يهلك كل ظالم 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 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يذوقوا العذاب يذوقوا العذاب اللهم صب عليهم النار والألم والوجع والعذاب الحر والحريق والعذاب النار والعذاب الألم والعذاب السعير والعذاب الحريق والعذاب النار والعذاب عذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ربنا وآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لا إله إلا الله العظيم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع والأرضين لا إله إلا الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك ولا إله غيرك ولا رب سواك اللهم لا تكن للسحرة قائمة ولا تعلي لهم غاية ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية اللهم لا تجمع صفهم ولا توحد كلمتهم ولا تعلي رايتهم اللهم عليك بهم وخدامهم وجنودهم وأعوانهم وأتباعهم اللهم صلت عليهم بأسك الشديد وغضبك الشديد وعقابك الشديد وعذابك الشديد اللهم عليك بهم وخدامهم وجنودهم وأعوانهم وأتباعهم اللهم احرق كل ظالم آذاها في الجمال اللهم احرق كل ظالم آذاها في القوام اللهم احرق كل ظالم آذاها في الشعر وطول الشعر وجمال الشعر اللهم احرق كل ظالم آذاها في الزواج اللهم احرق كل ظالم آذاها في الذرية اللهم احرق كل ظالم آذاها في الدين اللهم احرق كل ظالم آذاها في الصحة اللهم احرق كل ظالم آذاها في الجمال اللهم احرق كل ظالم آذاها في الرزق اللهم احرق كل ظالم آذاها في المحبة بين الأبناء وأمهم اللهم احرق كل ظالم آذاها في المحبة بين الزوجة وزوجها اللهم احرق كل ظالم آذاها في دينها اللهم احرق كل ظالم آذاها في صلاتها اللهم احرق كل ظالم آذاها في عبادتها اللهم احرق كل ظالم آذاها في نومها ومنامها اللهم احرق كل ظالم آذاها في كل شيء بأسحار موروثة وعهود وميثاق وعهود ومواثيق وعهود اللهم احرق كل ظالم سكن جسدها بموروث وعهد ميثاق وعهد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك ولا رب سواك اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا مجيب دعوة المضطرين يا منجي الهالكين اللهم أهلك الظالمين اللهم أحلك الظالمين اللهم عذب الظالمين اللهم لا تكن لهم قائمة ولا تعلي لهم راية ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية اللهم لا تجمع صفهم ولا توحد كلمتهم ولا تعلي رايتهم اللهم صلِّ عليهم بأسك الشديد وغضبك الشديد وعقابك الشديد وعذابك الشديد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك شفاء لا يغادر سقما ولا ابقيدا ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما اللهم باعد بيننا وبين كل ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وعائن وعائنة وعد السماوات والأرضين يا رب العالمين أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم يشفيك شفاء لا يغادر سقما ولا ابقيدا ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما رب ما كان صوب فضلك وحدك ما كان خطأ أو سهم أو نسيان بطريقة القراءة ومدخول الكلام من نفس من الشيطان الله رسولنا وبراء الله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك